بسم الله الرحمن الرحيم، مع كنز عظيم كنوز السنة وذكر عظيم من أعظم أذكار الصباح والمساء غفل عنه كثير من الناس. روى أبو داود في صحيحه من حديث أبي هريرة والإمام أحمد وابن ماجه والإمام الترمذي بسند حسن وصحيح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فالذكر ده عظيم جدا، وأنا أحتسب على الله سبحانه وتعالى أنني أن الذي يقول هذا الذكر ويموت في يومه سيكون من أهل الجنة إن شاء الله، لأن في إرجاع الفضل لرب العالمين سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة والعيش من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فيه نفي الشرك الأصغر من عن القلب، وأيضا فيه إقرار بيوم القيامة وأن المصير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإشهاد على أن الساعة آتية لا ريب فيه. فياريت نواظب على هذا الذكر، لأن في كثير جدا من الناس غافل عن هذا الذكر. أحكي لكم الحديث في الوصف انسخوا هذا الكلام وانشروا نشر هذا العلم في طلب عظيم على اعمال من فلو اجمع عامل بيه تشوش تخيل جرس وشك كل قول هذا استغفر الله.